كالعادة هنروح لقطر مع مراسلنا العزيز محمود شاكر، مراسل التلفزيون المصري برنامج رقم 10. يا محمود وحشتني اليومين دول، وشايف الجماهير المغربية معاك اهي، شكلنا هنحتفل. اهم حاجة انك تبقى مبسوط وصوتك رجع لك تاني، عشان اخر مرة كان صوتك رايح خالص. كل التحية ليك يا كريم اكيد، وكل التحية لمشاهدينك الكرام في كل مكان. خلاص الحمد لله صوتي رجع لي، قعدت يومين صوتي مش مسموع، ولكن يعني بنعمل اقصى حاجة عشان نكون معاك يا كريم وننقل لك افضل صورة وافضل شكل وافضل اجواء هنا موجودة. حابب اقول لك ان بعد طبعا خروج المنتخب السعودي الاجواء خفت بشكل كبير جدا جدا، لان في جماهير سعودية كتير قوي مشت، والبعض منها بقى خلاص تحول بقى الى جماهير بقى المنتخبات اللي موجودة بقى، اللي بقى يلبس ارجنتيني، بقى يلبس البرازيل، اللي بقى يلبس انجلترا. فالجمهور خف بشكل كبير، حتى انت هتلاقي ورايا الناس مش كتير قوي، ولكن طبعا خلينا بقى مع المغرب والجمهور المغربي الجميل اللي في كل حته، وهو الامل دلوقتي وهو امل جميع المنتخبات العربيه. ومعايا احد المشجعين المغاربه، وحابب اساله عن توقعاتك لمباراه المغرب الصعبه جدا امام المنتخب الاسباني، وهل شايف المنتخب المغربي يقدر يعدي المنتخب الاسباني في المباراه الصعبه دي؟ طبعا المغرب عنده خبرات كثيره في الدوري الاسباني، حيث ان معظم اللاعبين كيلعبوا في الدوري الاسباني، يعني غتقدر تكون مباراه في المتناول. يعني عندنا امل كبير في الولاد ديالنا انهم يقدروا يحققوا واحد النتيجه اللي غتشرفنا، يعني على الاقل غتكون ديك النتيجه. من غير ما نحلل المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اتعرف عليك هذا اخوك عبد العزيز العزي. منين؟ من الكويت. اهلا دارس الكويت. تعال كده انا اقول لك اياها بكل صراحه. بكل صراحه المغرب باذن الله مثل ما خلص على بلجيكا وكرواتيا تعادلت مع المغرب، ان شاء الله باذن الله نخلص على اسبانيا ونوصل نص نهائي، ونوصل نهائي وناخذ الكاس، واول فريق عربي ياخذ الكاس بالدوله العربيه. لا تقول اسبانيا وما اسبانيا، خليك شجاع وقول الاسم عليك. يحيى المغرب. طبعا شايفه يا كريم اكيد في امل كبير قوي يا كريم. انت لو تبص برضه بتتكلم في اشرف حكيم بيلعب باريس سان جيرمان، بتلعب بتتكلم سامعك، بتتكلم على سفيان مرابط ناس كتير بتتكلم عليه، بتتكلم في ياسين بونو افضل حارس في الدوري الاسباني، بتتكلم عن باك رايت بايرن ميونخ بيلعب المزراوي، لعيبه ما بتهبش المواقف دي، ولعيبه فعلا زي ما بقول لك هم اكتر منتخب الناس كلها ما توقعتش ان هم ممكن يعمل حاجه. الناس قالت لك قطر عشان صاحبه ارض بطوله، ناس كلمت على السعوديه كسب ارجنتين، وكله كان بيقلل شويه بسبب صعوبه المجموعه بتاعه المنتخب الاسباني، ولكن هنا كل الجماهير المغربيه عندها ثقه كبيره جدا جدا في المنتخب المغربي، وان شاء الله المنتخب المغربي يعمل حاجه. يعني اسبانيا اتغلبت اهي في اخر ماتش، فممكن ان شاء الله المغرب. اسالوا بقى عن توقعاته، اسالوا عن توقعاته للمباراه. توقعاتك للمباراه ان شاء الله 2-0 اكيد ان شاء الله باذن الله. صديقنا الكويتي، صديقنا محمود، صديقنا الكويتي حمسه شويه. هو حمسه قال له انت بتتكلم وانت هتحلل ولا ايه؟ فقال لك 2-0 بقى يلا. فقال لك 2-0 بالظبط. فيلا كده نخلص. طب بقول لك يا محمود قول له انت في المدرجات بتشجع المغرب ازاي؟ عايزين هتافل المغرب. اقول له انت في المدرجات بتشجع المغرب ايه؟ هتافه في للمغرب. عاوز اسمع منك هتاف مغربي وانت في المدرجات. جيبوها بقى والحاجات بتاعتكم دي. قول ايه هو مبروك علينا هذه البدايه، مازال ايه هو مبروك علينا هذه البدايه، ومازال طبعا المنتخب المغربي وجمهور المنتخب المغربي جمال جدا كريم. انا حضرت لهم مباراه كرواتيا. ما لهمش حل. الارجنتين طبعا في كل الارجنتين مكان. انا لسه كنت عاوز اقول لك هم كانوا بيلعبوا في استاد احمد بن علي قريب من هنا شويه، ولكن طبعا انت عارف المباراه خلصت متاخر. المباراه خلصت 11:15، قعدوا كريم ل 11:30 في المدرجات بيحتفلوا، بس مش كل الجمهور، الجمهور الارجنتيني الارجنتيني. انت عارف طبعا هنا في ناس كتيره قوي جاليات كلها بتلبس التيشيرتات ومحبين للمنتخب الارجنتيني او منتخب برازيلي، وانت اكيد شفتني امبارح كنت لابس البرازيل. ففي ناس اللي هم بقى الارجنتينيين اللي هم جايين ورا المنتخب الارجنتيني فضلوا في الملعب لغايه الساعه 11:30 تقريبا، لغايه ساعه الا ربع، لغايه لما الناس بقت خلاص يعني تقدروا تطلعوا بره الملعب. وزي ما بقول كريم معلش ولا يهمك واقعد كمل. معلش يا كريم انا اسف في كام قطار. انا اسف جدا معلش. خلاص الكاميرا جت اهي. شكرا قول له شكرا. سلام. بيشجع ايه طيب؟ هروح اشوفه بقى كريم هيسيبني بقى. ماشي هروح اشوف قصته. حبيبي يا محمود. حبيبي يا محمود بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري برنامج رقم 10.